برعاية نقابة أطباء سوريا، الرابطة العصبية عقدت مؤتمرها السنوي 18 لعام 2017، وذلك على مدرج مشفى الأسد الجامعي بدمشق، حيث تضمن المؤتمر عدة ندوات ومحاور تناولت أهم المواضيع المتعلقة بالجراحة العصبية. أكيد سالي، لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا أكيد نرحب بدكتور عبد الغفار كيبان، رئيس الرابطة السورية للجراحة العصبية. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم، شكرا للإخباري السوري وللاستضافة، وشكرا لمتابعتكم معنا أعمال المؤتمر السنوي 18، المؤتمر اللي من خلاله بنبعث رسائل لأهلنا في سوريا ولزملائنا خارج القطر العربي السوري في سوريا، أنه الجراحة العصبية تقدمت بشكل متميز وبشكل رائع جدا، وواكبت الأحداث اللي مرت على مدار 7 سنوات. كنا قادرين على استيعاب كافة الأعمال الجراحية، سواء كان منها الباردة أو كان منها نتيجة الإصابات الموجودة في البلد، وكنا قادرين، يعني المشافي المركزية في دمشق حتى في مشافي المحافظات كان زملائنا أطباء الجراحة العصبية قادرين، ورغم الظروف الصعبة كان الإمكانيات متوفرة تقديم الخدمة الكاملة والمناسبة للمرضى. يعني من أكبر العمليات الجراحية التي تجرى في العالم ما زالت تجرى في سوريا، ولم يتغير شيء رغم كل الظروف الصعبة، من عمليات دماغ، عمليات عمود فقري، إصابات الحروب. نعم، يعني دكتور اليوم عم نحكي عن مؤتمرات بديمومة دائما، وعم نحكي دائما يعني عن مؤتمرات عم تجمع الأطباء ونخبة الأطباء، خلينا نقول من مختلف المحافظات السورية. المؤتمر أحدث مؤتمر اللي عم نحكي عنه اليوم، أهم المحاور اللي تضمنها وعدد الأطباء، خبرنا عنه أكثر. صحيح، أنا دائما أسعى لأنه مواكبة التطور مع دول العالم، لذلك كان عندي أكثر من 40 محاضر على مدى 6 جلسات، المحاضرين أعطوا خلاصة الخبرات في الجراحة العصبية، خلاصة الخبرات في الأمراض والعلوم العصبية. المحور الأساسي كان حول جراحة العمود الفقري، لأنه الإصابات كانت شائعة جدا وكثير في فترة الحرب، لذلك كنا مركزين على أكثر من جلسة على جراحة العمود الرقبي، جراحة العمود الظهري والقطني، واستفدنا من بعض من خبرات بعض، من اتصالنا مع زملائنا خارج سوريا ومن تواصل زملائنا. إضافة لذلك كان في محاور على جراحة أساسية هي جراحة قاعة الجمجمة. جراحة قاعة الجمجمة هي جراحة صعبة ومعقدة، ولكن جرينا عمليات كبيرة جدا في مشافينا، وغير عاجزين عن إجراء عن أي عمل جراحي، لذلك نحن سلطنا الضوء على جراحة قاعة الجمجمة وجراحات العمود الفقري بشكل أساسي، إضافة لجراحات فرعية مثل جراحة الأعصاب المحيطية والتشوهات العصبية عند الأطفال، وكل شيء جديد. يعني إحنا غطينا كل المحاور. إضافة لذلك أنا سعيت من خلال المؤتمرات للشيء اسمه البحث العلمي والتطوير العلمي، بمشاركة طلابنا عبر نوادي اسمها نوادي المجلات، اللي هو في شيء اسمه أبديت جديد في الجراحة العصبية عام 2017. لذلك نحن من خلال هذا المؤتمر ما انعزلنا عن العالم ولا بعدنا عن العالم، بالعكس تماما، نحن الجديد في العالم موجود في سوريا. تمام، يعني دكتور دائما هيك مؤتمرات تسهم بتبادل الخبرات وإلى أهداف معينة، دائما العلم في تطور مستمر. مثل ما ذكرت حضرتك هناك محاور ركز عليها المؤتمر، تم التطرق لموضوع الجراحة التنظيرية، يعني حكيتوا عن هذا الموضوع لأنه دائما رابطة الجراحة العصبية بتخص محور عن الجراحة التنظيرية. صحيح، أولا الجراحة العصبية التنظيرية بنعمل فيها بسوريا منذ سنوات، مش جديدة على سوريا. نعم. وأنا كنت أعمل بالجراحة التنظيرية من سنة 2000. الجراحة التنظيرية لها استطبابات معينة في جراحة الدماغ، لها استطبابات معينة في جراحة العمود الفقري، وفي مشافينا ومشفى الأسد الجامعي اللي بعمل فيه عم نعمل عمليات جراحية نوعية بجراحة التنظيرية. لذلك نحن
منواكب التطور، والجراحة التنظيرية بنعمل فيها بشكل جيد ومناسب مثل أي دولة في العالم. نعم دكتور، كان في إشارة بسيطة قد اليوم نحن يمكن بأكثر وقت بحاجة لتطور الجراحة العصبية وتطور الاكتشافات لحتى نراعي ونواكب دائما جميع هي الإصابات للأسف يلي خلفتها الحرب وسببت إن كان تشوهات وإن كان مضاعفات أخرى. خلينا نحكي اليوم شو هي الصعوبات يلي بتواجهكم ولوين قدرنا فعلا نوصل بهي الجراحة لحتى نخفف وجع ونلاقي حلول لكثير من المخاطر والصعوبات اللي عم يتعرضوا للشباب اليوم. أنا في شيء رسالة حابة أبعثها من خلال الإخبارية السورية. في عندنا إصابات الحروب الناتجة عن الشظايا والطلوق النارية بالنخاع الشوكي. حاليا في بتعرفي الإنسان دائما بظل عنده أمل، فالإصابات المتقدمة والشديدة في النخاع الشوكي حاليا بيحكوا باتجاه الخلايا الجذعية وزرع الخلايا الجذعية، وبيعطوا للأمل للناس، وفي ناس بتنفق أموالها مشان هذا الموضوع. أنا وجهة نظري في مرجعية أساسية للجراحة العصبية في مشافينا المركزية قبل ما يقدم أي مواطن على هذا الإجراء ويسافر خارج البلد ويتكلف، يراجعنا على مشافينا المركزية ونحن عندنا استعداد نعطيه الجواب النهائي. نعم. جواب يعني ما في داعي يطلع ويتكلف أبدا على الإطلاق. على الإطلاق الموجود في سوريا موجود في أي دولة في العالم، والخبرات اللي موجودة عندنا أنا بأكد لك أنه متميزة جدا جدا جدا. نعم. تضاهي أي مشفى بالعالم. نعم. وبالتالي أنا يعني بوجه رسالة للإخوة المواطنين اللي عندهم إصابات بالنخاع الشوكي أو العمود الفقري أو أي إصابة عصبية، في حال أنه قرر أنه بده يستطب خارج القطر لسبب ما، أو أنه في ناس خبروا أنه بينعمل كذا وبينعمل كذا، لأنه في شيء اسمه دجل يعني بهذا الموضوع في بعض الأماكن، وفي استغلال، وفي أشخاص يعني شخص مصاب وبالتالي هو بتطلع له، ما بدنا تستغل هاي العالم، يرجعوا لعنا على المشافي المركزية ونحن عندنا استعداد نوجهه إذا بيستفيد أو ما بيستفيد. أكيد دكتور، يعني رغم الظروف عم نشوف الإمكانيات لساتها بأوجة وفي إبداع عنا من خلال كوادر طبية مثل اللي كانوا مشاركين بالمؤتمر. كاميرا الإخبارية السورية رصدت أجواء المؤتمر برفقة زميلتنا لينا شيبون. خلينا نتابع سوا ونرجع لك دكتور. من خلال هذا المؤتمر طبعا يكتسب الطبيب المهارات، يكتسب الخبرات، ولدينا العديد من الخبرات والمهارات المتميزة في أطبائنا، وخاصة في هذه الأزمة التي عصفت في الوطن والتي كان لها لزملائنا الأطباء الذين بقوا متشبثين في أرضهم الدور الكبير في تقديم الخدمات الطبية المتميزة لكافة أبناء الوطن، وخاصة في معالجة الإصابات الناجمة عن الأعمال الحربية والتي أدت إلى كثير من الإعاقات والإصابات الجسدية، وكان زملائنا الأطباء الجراحين بكافة الاختصاصات وخاصة بالجراحة العظمية والجراحة العصبية والجراحة العامة الدور الكبير في تدبير هذه الإصابات وإعادة البسمة والأمل للمصابين من أبناء الوطن. هذه الندوة تساهم في تبادل الخبرات بين مختلف الأطباء، وأيضا تساهم في رفع السوية الطبية والعلمية والتعليمية للأطباء، وأيضا ترسل رسالة بأن هذا القطر الصامد المعطاء الذي صبر في هذه الحرب الكونية تشن عليه استعاد عافيته، وهو ينطلق لإعادة البناء بقدرات كبيرة، وهو من خلال هذه المؤتمرات الحقيقة نرسل رسالة تحدي بأن هذا الشعب الصابر قد انتفض مجددا وأصر على متابعة الطريق والمضي في مسيرة إعادة الإعمار. حاليا في عنا محاور متعددة نأخذها في تتناول هذا المؤتمر، محاور متعددة في الجراحة العصبية كل اختصاصاتها، وخاصة جراحة الدماغ والعمود الفقري والأعصاب المحيطية. عم نحاول ما أمكن خلال المؤتمرات نقدم آخر ما توصل إليه الأبحاث والتقنيات الحديثة في الجراحة العصبية، وخاصة لطلاب الاختصاص المقيمين، طلابنا في الدراسة العليا في كل المحافظات. هي يعني تصوري يعني هدف المؤتمر هذا كتير حافز لهم يعني يعرفوا وين وصلت الجراحة العصبية. مؤتمر الجراحة العصبية
والحقيقة الجراحة العصبية تطورت بالسنوات الأخيرة في سوريا وأصبحت من الجراحات المتميزة. أكثر من 95% من الجراحات المعقدة تجري في سوريا وعلى يد خبراء بهذا الاختصاص وتقريبا بكلفة شبه مجانية. عم نحكي قبل ما ننتقل للتقرير اليوم عنا كوادر طبية فعلا على قدر المسؤولية، وفعلا نحن ما لنا بعازة للسفر خارج البلد للتكاليف، ويعني نحن أكبر أكيد من كل هي الدعايات أنه برا ممكن نلاقي علاج فعال أكثر من سوريا. هلا هي المؤتمرات قد فعلا بتوضح الصورة الحقيقية للإمكانات السورية وللكوادر الطبية وحتى لوين وصل الطب عنا؟ هلا في عدة جوانب، شكرا لسؤالك، عدة جوانب. الجانب الأول أول شيء حول الكوادر الطبية، يعني كاد سافر عنا كوادر طبية كبيرة في الجراحة العصبية، بس صدقا أنا بأكد لك إنه الكوادر الطبية اللي كانت موجودة في الجراحة العصبية في سوريا غطت بشكل ممتاز وهائل، ومشكورة جهود زملائي على بكافة أنحاء القطر سواء جراحين أعصاب أو من كافة الاختصاص اللي تحملوا العبء الكبير. وبتعرف الجراحة العصبية جراحة في شيء رضي وفي شيء بارد، وبالتالي يعني في بعض الأحيان كنا نتواصل الليل مع النهار في تغطية الحالات. هذا حول الكوادر. النقطة الثانية حول الإمكانيات، الإمكانيات متوفرة ومثل المعالجة مجانية وليس شبه مجانية. نعم. يعني نحن عم ندخل مريض نعمل له عمل جراحي أحيانا 10 ساعات أو 12 ساعة في مشافينا المركزية، 12 ساعة ممكن يكلف لملايين الليرات. نعم. بيحط صورة هويته وبسجل إضباره وبظل مروع على بيته، يعني ما في دفع على الإطلاق. الشيء الغريب والناس بتستغرب، وأنا حاضرت بمؤتمرات دولية وعالمية أنه يستغربوا أنه في سوريا هذا الحكي قبل 2011، نحن بال 2017 وبعدنا لليوم منقدم العلاج المجاني. نعم. عمليات بالعمود الفقري، عمليات بالدماغ، عمليات بدأ أحيانا بكون معي بالكادر أكثر من 20 شخص ما بين أطباء مساعدين ما بين تمريض ما بين فنيين تخدير ما بين وكل هالشي يعني معالجة مجانية. نعم. وبالتالي الأمور سورية رجعت مثل ما كانت ورشة عمل على 2010 ل 2017 ورشة عمل جديدة. هلا بنلاحظ نحن المؤتمرات والفعاليات والنشاطات، واطبائنا اجوا مبارح على المؤتمر، كنا كثير سعيدين بوجوه جديدة. كان في حاجز خوف عند بعض الناس، اجاني اتصالات من دول عربية واجنبية انه نحن بدنا نشارك بالمؤتمر، والمؤتمر جاي بوعد الجميع مثل ما وعدت زملائي راح يكون مؤتمر عالمي في امتياز وفي دمشق. إن شاء الله يا رب بيكون مؤتمر على أوسع نطاق، يعني مثل ما تفضل دكتور رغم الظروف العلاج بسوريا مجاني والعمليات الجراحية مجانية، لكن هناك بعض التحديات يعني اللي بتواجهكم أنتوا كأطباء، نحكي عنها شوي، بعض الصعوبات بعض التحديات كيف ممكن أنكم تتجاوزوها؟ التحديات يعني بصراحة ما في تحديات كبيرة، ولكن ضغط العمل مش أكثر. تماما. بس نحن قادرين، يعني الظروف اللي مرت قبل 2017 2013 و14 كانت الذروة، ومع ذلك تغلبنا عليها. هلا نحن يعني خلص رجعنا للخط الأساسي، يعني الستريس والتوتر خلص انتهى، ما عاد فيه. نحن هلا نشتغل بأريحية، عندنا برامجنا للعمليات الباردة، وعندنا برامجنا التعليمية والتدريبية ومؤتمراتنا وندواتنا، وحتى لقاءاتنا مع الأطباء راح تنطلق السنة القادمة باتجاه المحافظات.
راح يكون في عندنا ندوات بالمحافظات ننقل نشاطنا المركزي لنشاطنا في المحافظة. نعم. كمان دكتور بعيدا شوي عن المؤتمر، دائما معروف عن الأطباء السوريين إن هنا دائما النخبة وين ما كانوا وبجميع أنحاء الدول سواء العربية وحتى أحيانا الأجنبية. اليوم نخبة كمان من الأطباء، خلينا نقول الطلاب المتدربين، كيف عم يتم التعامل معهم وكيف عم يتم إعدادهم لحتى يكونوا دائما بمستوى يلي تعودنا عليه؟ صحيح. أنا ألا بصفتي رئيس رابطة ورئيس مجلس البورد بنفس الوقت، أنا هاجس أساسي عندي هو التعليم والتدريب، لأنه هذول زملائنا راح يكونوا زملائنا قريبا، وبالتالي راح يكون المرضى بين إيديهم. لذلك نحن حريصين دائما على وضع برامج تدريبية وتعليمية لطلابنا، وطلابنا الله يعني لما بشوف هلا زارونا طلاب كانوا بألمانيا وكانوا بفرنسا وما ذلك، يعني كانوا مبدعين مبهرين. فأنا دائما بكرر أنه الطبيب السوري هو مبدع بأي مكان، والطبيب السوري بأي مكان في العالم. وأنا سمعت من أشخاص في الولايات المتحدة أنه كل قسم بالولايات المتحدة فيه طبيب سوري، وهو بكون العنصر الأساسي بالقسم. وبالتالي أطبائنا يعني مشهود لهم دكتور. آمين يا رب. الله يحمي جميع الكوادر السورية اللي عم يبذلوا جهود جبارة. دكتور بدنا منك كلمة أخيرة بتوجهها لكل اللي هلأ عم يحضرنا واللي كان موجود مبارح بالمؤتمر. هو في أكثر من رسالة. الرسالة الأولى يعني تحياتي للجيش العربي السوري اللي كان صمام الأمان لبلدنا وأعاد الأمن والأمان لسوريا. الرسالة الثانية هي لزملائي خارج القطر العربي السوري، أنه آن الأوان أنه نرجع على البلد، آن الأوان أنه نرجع نعمل من جديد. مثل ما حكيت، سوريا ورشة عمل كانت بال2010 ورجعت ورشة عمل، واللي اللي بيراق وبيلاحظ بيشوف. الرسالة الثالثة للمرضى اللي عندهم إصابات حربية، أنه إذا في أي شيء بصعب عليهم يراجعونا بالمشافي المركزية ونحن جاهزين. نعم. الرحمة للشهداء. أمين. والشفاء للجرحى. أكيد. نحن كثير بدنا نشكر وجودك معنا دكتور. تحيتنا أيضا لجميع الأطباء يلي فعلا كانوا على قدر المسؤولية، خلينا نقول جنود المجهولين كمان بهي الحرب يلي عشناها، وإن شاء الله نحصد ثمار النصر قريبا. شكرا كثير إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لوجودك مرة ثانية. فرح